السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. إن شاء الله اليوم رح نشرح درس مساحة الدائرة. الدائرة كثير لطيفة، معلوماتها كثير لطيفة، بس بدي أعرف فيها، اللهم، شو هو القطر؟ شو هو نصف القطر؟ وبس، تخيلين؟ بس القطر دي، نصف القطر هو آر. أوكي، كنا ناخدها زمان بالعربي نحكي نون قاف، نصف القطر. طب شو قانون مساحة الدائرة؟ تعالوا ننزل لتحت شوي. يلا، أول إشي المساحة دائما إيه؟ حكيناها من أريا، تمام؟ إيه تساوي باي، هو ثابت، يا إما إنه 3.14 يا إما إنه 22/7، تمام؟ تمام. في آر تربيع، بس آه والله بس أنت طبق، مش مطلوب منك أكثر بإنك تطبق، بس انتبه إنه القانون ما في غير آر، مش زي محيط الدائرة كنت أنت مخير بين إنك تحل بدي أو آر، لا، يعني قصدي أنت مخير كنت بقانون بدرس محيط الدائرة عفوا، إنه يا إما بتحل على إذا معك القطر فبتحل على القانون اللي فيه القطر اللي هو باي في دي، أو إنه إذا معك نصف القطر بتحل على قانون 2 باي آر، تمام؟ تمام، نبلش، شوف لنا سؤال إيش؟ يلا. جد مساحة كل مما يأتي، الدائرة هاي معي 12، لاحظ معي من هون لهون فقط، ما معي كله، لا، معي جزء منه، جزء منه إذا أنا معي آر، عفوا، معي مين؟ معي آر، إذا قانوني حيكون عادي تعويضي مباشر، إيه تساوي باي في آر تربيع، هل شارط علي آر معي باي معينة عفوا؟ لا، فباخذ له 22/7 مثلا ضرب 12 تربيع، أو بخلي الباي زي ما هي ما بفكها، تمام؟ تمام، 12 تربيع هي 144 باي، بس المساحة شو القانون عندي؟ أو عفوا شو الوحدة؟ متر، طب شو وحدة المساحة؟ دائما معها تربيع، إذا متر تربيع، عفوا بس، يلا، نشوف لنا كمان سؤال، ننزل. خلينا نشوف أتحقق من فهمي، نبلش بي بس إيش خليني أطلعها كمان، يلا، هاي معنى آر، هل شارط علي أستعمل باي معينة؟ لا، خليها ما بدي أفكها، إيه تساوي باي في آر، أو أحكي لكم خلينا نفكها، باي آر تربيع، ليش؟ لأنه آر تغنونة، ما حتغلبني كثير، سو إيه تساوي 3.14 في 4 تربيع، طب 4 تربيع كم؟ 16، تعالوا نضرب على جنب، يلا، وين بدي آخذكم؟ هون، 3.14، أوكي؟ ضرب 16، يلا، 6 في 4، 24، 6 في 1، 6، و2، 8، 6 في 3، 18، زائد 0، 1 في 4، 4، 1 في 1، 1، 1 في 3 3 اجمع 4 زائد 0 4 8 زائد 4 12 8 1 9 1 باليد 10 1 3 4 1 5 والفاصلة بعد منزلتين إذا A تساوي 50.24% A تساوي 50.24% سنتيمتر مربع. مربع مهمة. نروح على الثانية، حكي لنا إنه هاي كم؟ 6 دي سي متر. أنا معي هاي كلها، بس أنا بدي من هون لهون، كم من هون لهون؟ 3 دي سي متر. يلا نفك. A تساوي باي آر تربيع. A تساوي لو أخذنا 3.14 ضرب آر تربيع كم؟ 9. 3.14 ضرب 9. تعالوا نمسح هاي. وناخد مكانها شو؟ 9. يلا 3.14 ضرب 9، 9 في 4 36، 9 في 1 9 و 3 12، 9 في 3 27 و 1 28 والفاصلة بعد منزلتين، إذا A تساوي 28.26 دي سي متر مربع، تمام؟ تمام. ننزل نشوف لنا سؤال ثاني. هسا هو شو بيكون عامل؟ عاطيني أشياء معينة
مثلا بيكون عاطيني المساحة وبده القطر، القطر وليس نصف القطر. أركز شوي وأنا بحل. جد طول نصف قطر دائرة، يعني بده يعني أطلع آر، معي المساحة ومعي باي اللي بده يعني أستعملها. فأنا شو بحكي له؟ بحكي له إنه A تساوي باي آر تربيع. A كم حكالنا؟ 113.4 بالعشرة تساوي باي، بده يعني أستعملها 3.14 ضرب آر تربيع. بدي آر تربيع لحالها، بقسم على 3.14 بقسم على 3.14. سو آر تربيع تساوي، مضطرين نستعمل آلة حاسبة. يلا تعو شو بنعمل؟ نحكي له تقسيم 3.14 بتطلع معنا آر تربيع 36، بس هو ما بده آر تربيع، هو بده آر، فأنا باخذ الجذر للطرفين. آر تساوي 6. طب أوقف شوي، الجذر الزوجي بيعطيني قيمتين، إما موجبة أو سالبة. كيف مس؟ مش فاهم. يعني مثلا شو جذر 9؟ 3 أو سالب 3؟ لا يا مس غلط، لا أقنعك. 3 ضرب 3 9، هيها صح؟ طب سالب 3 ضرب سالب 3، سالب وسالب موجب، 3 في 3 9، هيها. الجذر الزوجي يعني 2 4 6 8 بيعطيني دائما إشارتين. بس ليه ما أخذنا سالب 6 هون؟ إنه أنت في دائرة، معقول أحكي لك نصف قطر الدائرة سالب 6؟ ما في مساحات أصلا وقياسات سالبة، أوكي؟ إذا من هون R تساوي 6. طيب الفرع الثاني، جد طول قطر دائرة، يعني هو بده دي مساحتها. يلا A تساوي باي R تربيع، ما بروح بستعمل دي، هداك الدي بس بالمحيط. يلا كيف يعني؟ يعني إذا كان نصف القطر 4، طب القطر كم؟ 8. إذا كان القطر مثلا 9، طب نصف القطر كم؟ 3. يلا المساحة معي كم؟ 153.86 تساوي 3.14، لأنه أجبرني أستعمل 3.14. ضرب كم؟ ضرب آر تربيع. سو على 3.14، على 3.14، وتعال نقسم. آر تربيع تساوي تقسيم 3.14 بتعطينا 49. بدنا آر تحت الجذر، تحت الجذر آر تساوي 7. كمان شوي، آر 7 نصف القطر 7، طب شو القطر؟ شو العدد اللي نصه 7؟ 14. إذا دي تساوي 14، إيش الوحدة؟ متر. شفت؟ ما طلبني نصف القطر بس، طلبني القطر بس. أنا عشان أوصل للقطر مضطر أحل بخطوات، فيطلع معي نصف القطر عشان أوصل للقطر. تمام؟ تمام. يلا ننزل نشوف لنا كمان سؤال. مثلا يبلغ قطر إشارة منع التدخين، اوريدي زي ما احنا متعودين انه التدخين مضر، مضر بالصحة، مش يعني مش بس مضر بالصحة ولا حرام، بس مكروه، والمكروه اقرب الى الحرام. تمام؟ تمام. يلا يبلغ قطر إشارة منع التدخين المجاورة 20 سنتيمتر. اذا R عفوا D، لانه قطر يساوي 20 سنتيمتر. جد المساحة، وأقرب إجابتي لأقرب عدد صحيح. حكينا شو إشارة منع التدخين، ليه؟ لأنه التدخين مضر بالصحة. تمام؟ الله يحميكم ويبعد عنكم كل شر. A تساوي باي R تربيع. إذا دي 20، R كم؟ شو نص العشرين يا حلوين؟ 10. حتكون A تساوي 3.14 ضرب 10 تربيع، 10 تربيع كم؟ 100. طيب طالما صفرين يعني أنا بدي أتحرك منزلتين، بس ما فهمت. تعال الأصفار في الضرب مالها بتنزل، 1 في 4 4، 1 في 1 1، 1 في 3 3. الفاصل بعد كم منزلة؟ منزلتين. إيه منزلة عفوا، صح؟ لا منزلتين هيهم. كم طلع الجواب؟ 3.14. إذا A تساوي 3.14، إيش الوحدة؟ سنتيمتر مربع. طب ما اسمها هي 3.14 فاصلة صفرين، 314 عفوا فاصلة صفرين، 314 فاصلة صفرين، ولكن أصفار اليمين لا تحسب. تمام؟ تمام. زي ما حكيت لكم الدرس لطيف خفيف حلو سهل، بس اللهم هي قوانين أنا بدي أضل متذكرها.
بشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله إني أكون ملخصت لكم قوانين الوحدة هاي بطريقة يضل ذهني متذكرها. يعطيكم العافية.